الناحيه شيرين عارف ان جوه. في المحكمة وشفتيني وما بركتليش، قلت اجيب ليلى بقى ونحتفل معاكي النهارده، وكمان كنت قايلة لي انك هتديني هدايا بتاعتي يوم الجريمة، فاكرة؟ حبيت بقى اجي اخدهم بنفسي. امشوا من هنا بدل ما بلغ البوليس. بلغي البوليس؟ احنا ما اقتحمناش بيتك ولا عملنا لك حاجة، انت اللي فاتحة الباب بنفسك. بس ممكن نعمل ونعيشك في جحيم. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ تقول لنا المكان اللي اكرم مستخبي فيه. نعرفه منين؟ انا مليبي اصلا. لا يا شيخ، الكلام اللي انت قلتيه في المحكمه عن وليد هم اللي سلطوكي تقوليه، يعني انت على تواصل معاهم، وانت ما شاء الله شاطره قوي في الكذب، تعرفي تجرجري الكلام كويس قوي من بق شعبان الجربعه، صح ولا انا غلطانه؟ للدرجه دي بتحبي وليد؟ وعندك استعداد ترمي جوزك ابو ولادك في السجن عشان يفللك الجو معاه وتتجوزيه؟ وانت ضامنها قوي؟ مش يمكن بكره تقلب عليك وترميك انت كمان في السجن؟ ده لو عملت فيك كده انا هفرح فيك قوي، عشان تبقى تسيبني. عشان انا سبتك عشان انت ست كدابه وحراميه، وليلى دي احسن منك 100,000 مره، على الاقل عايزه تحقق العداله وتاخد حقها بالقانون، مش زيك تشهد الزور وتحط القبض تحت حبل المشنقه ولا همك. على فكره احنا ممكن نعمل بلاغ انك انت شلت زور وانت فيها حبس 20. وليد انا ما كانش قصدي اذيك، انت اللي مشيت وسبتني ورميتني وخدت كل الفلوس وما فكرتش انا هعمل ايه من غيرك. انا ضايعه من غيرك يا وليد، ضايعه ومش عارفه انا بعمل ايه، ارجوك سامحني. اللي بتعمليه ده ما منوش فايده، ما بقاش ليكي عندي اي قيمه. عايزه تنقذي نفسك من السجن؟ عرفينا مكان اقرب وبسرعه عشان مش هنستناكي. اوكي اوكي ما ينفعش نقعد هنا دقيقه واحده.